هناك عجيبة. بريس وين كارت يا وان صمينا ليح الصبح نما صار رايلا ليح لما خرب نمو شاس ضوك عليه وستوين كامر دعان تلبي يا عرور عاش يصفي وحاي كم يديهن أفر طمرة هو كيمها عيل بيوت كقض حلك وكريع انت بلاش اه مالين كي وحاي كريان سيدو كلي اي قلانا مجورعان أفر نيف وواريه أفر هافو بريس اه يلا بها فوسون كرو لو كريو شاها دور كان ابو يرا هيا فر هاف ما كارنا بريسكا مر مره شم با بنو كارنا كل كو يرا دو جيسيران و علنا تي لي هي شاها صدح سير با كارنا مالنتي مر عصر كي يلا فوستو ارورتي حول حولها انو قلا مالنتا انو بدنا اخر وي مالنتي ان اي كو يرتا ان لبا يا لا قلا وي مانتا دنا كميتا راشين كقول دمال تانو بدن نشان فوستان بحنا مال تانو يهرين عفر سدايش يجين تو بدن دت كجوب تن عنتا دكو عنا وادت كصوت دولة جوبلة دديجا عن كصو مال دا يا بار تكو هبستي ديل تريو دت خينا أنا عندي ودت كلا أوس على يترني استينا كدت كاد أبارو كين دولة دولة سارة هبين كينا كين تانو بيجرا كين تانو بيجرا الصبح دينا كأبد وحدة صوت التفيت كي وانو كرنا نحلا نخدني مع نوجد بس tirada dadka halkan ka cunteeya ayaa dhan in ka badan 300 oo qof kuwaasi oo ah jeelka xoolaha raaca iyo waayeelka abaartu saameysay ee ceelkan xoolaha ka waraabinaya dadku markaa imisay dhan yihiin dadku maalintii ugu yar yahay 200 way sitimaada halkay ka kala yimaadeen baad salaada halkay ka kala yimaadeen waa makhluuqaad inta isii yimidna toolka bariga galbeedka ka yimid abaarta ay soo keentay riga isugu keenay makhluuqaadka qarashaadkii iyo waliba agabka cuntada lagu karinayo waxaa keenay maamulka degmada Golchono oo ay ka tirsan tahay qodaxle ee waxaa wax xilsaaran degmada Golchono wax san quudinta toolka dadka toolka ay wax maato ugu bixisa anaguna waanu karinaade shaqadan ay hooyooyinkani waxa ay soo galaan 6da subaxnimo waxayna ka baxaan 6da magribnimo iyadoo ay sida tahay hadda waxa ay aad ugu faraxsan yihiin سيداي شيغان ان شقدان سي خوجيان وحنا هي مصطفى ديق وركلانتاف كسوماليه سي بي اي تولد قودخله